السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم بفيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الإيماكس، وإن شاء الله بنهاية الفيديو هتكونوا عارفين تتحكموا في الإيماكس تحكم كامل إن شاء الله، ويكون سهل جدا. طيب، أول حاجة لما بنخش أي بروجكت نشوف إيه هي الكونسبتس اللي عندنا، يا ريت نقرأ عنها ونفهمها، وبعد كده نشوف لو برضو في ريسورسز مرشحة نقدر برضو نتفرج عليها. وبعد كده طبعا عارفين ان الجنرال دي مهمة جدا، لان فيها كل حاجة انا محتاج اعملها او اكون عارف ازاي تتعمل عشان اعرف احل كل التاسكس اللي عندي. طيب، هو هنا مثلا بيقولك how to use the mark, how to search, how to invoke, how to undo, how to quit. اوكي، اقوم واخدها مثلا كده، اخد اللاين كله كده كوبي واعمل بيست واشوف ايه الريزلتس اللي هتطلع لي وابدا افهم. اوكي، طيب هنا بيقول لي لازم كل انسر تكون في سبيسيفيك فايل، يعني لازم تكون في فايل معين، وهو بيدي لك الاسم بتاعه زي كده. طيب، بعد كده بيقول عندك اي انسر هتكتبها بتكون على سبيل المثال بالشكل ده. تمام، طيب يعني هو مش هيشوف انت كاتب ايه في الفايل غير بس دي، فهو مش محتاج غير دي، مش لازم تحكي له اي حاجة ولا تقول له انت عملتها ازاي، انت بس محتاج تقولها له على الشكل ده. يعني مثلا هو هنا بيقول What is the command to write buffer to a specific or a specified file. اوكي، طيب يبقى انا عندي كنترول اكس كنترول دبليو المفروض هي اللي اكتبها فتتعمل بالشكل ده. ماشي، كنترول بنعملها كابيتال سي، وعندنا الت، الت ما بنكتبوش، الت بيتكتب ام كابيتال. اوكي، فالام كابيتال هي الت وسي هي كنترول، بس طبعا لازم يكونوا كابيتال. وعلى فكرة عندنا كمان اسكيب، اسكيب ممكن استخدمه بدل الت، هنشوف ازاي مع بعض. طيب، اول حاجة بيقول لك اعمل الاول create your answer directory، هتعمل navigate to slash root واعمل directory named 0x01 emacs، يبقى هنعمل mkdir 0x01 emacs. وبعد كده بتبدأ المفروض تجاوب. هو بيقول ان المفروض هو لما يعمل ls على الفايل بتاع opening، اهو ls-l root opening، فطلع له فعلا انه موجود وقال له البيانات بتاعته اللي هو التاريخ والحاجات دي. فكده انا عندي فايل اسمه opening، طيب محتاج ان انا افتح الفايل واكتب جواه هو فتحته ازاي. اوكي، بعد كده what is the command to save a file، اكتبها جوه saving. what is the command to cut، اكتبها جوه cutting. pasting بالمناسبة برضو بيتسمى yanking. اوكي، yank. طيب بعد كده search اللي هي find. اوكي، هنشوف كل ده هنعمله ازاي. طيب اجي بقى اشتغل لوحدي، لا انا بنساهم، انا برضو ما عنديش الذاكرة ان افضل فاكر كل ده، دي تفاصيل كتير. طيب اكتب هنا على جوجل emacs commands، جاب لنا ويب سايتس كتير، لو دخلت اي ويب سايت منهم فهو مفسر برضو وسهل وبسيط، بس كل ويب سايت ليه طريقته. يعني هنا مثلا انا لو جيت ادور على كلمة paste، عشان يعني مثلا لو دورت على كلمة cut، خلينا ناخد كلمة cut، جت اهي cut line. اوكي ماشي، اهي cut control w. اوكي، paste an old cut control y alt y m اتفقنا ان هي alt y. طيب خلينا نجرب نكتب paste بيقول لك هنا انها كنترول واي اور ميدل كليك. اوكي، طيب خلينا نخرج من هنا. هو هنا ده جميل جدا، وكمان متقسم تيبلز حلوة، يعني التيبل دوت للاوبننج والكلوزنج والسيفنج، التيبل ده للاديتنج جوه الفايل، بعد كده عندنا التيبل ده الموفينج اباوت، ازاي اموف جوه برضو الفايل، وده البافرز والويندوز والديسبلاي. بعد كده عندنا جيتنج هيلب. طيب هو اي ماكس عبارة عن ان هو تكست اديتور، فهو مديني كل حاجة تخليني اقدر ان انا اديت في التكست براحتي، وكل الفانكشنز اللي انا ممكن احتاجها طبعا. ماشي، فاستحالة تبقى انت عايز حاجة جوه الفايل وما تلاقيهاش، لا اكيد هتلاقي الحاجة اللي انت عايزها. طيب اولا انا ممكن اكتب من هنا كده اقول له ايماكس سلاش وابدا ادخل له الفايل اللي انا عايز ادخله، او اكتب اسم الفايل على طول لو هو موجود عندي في الدايركتوري هنا، بس هو اوريدي احنا لسه ما فيش حاجة هنا، فممكن ادخل عادي على ايماكس لوحده كده
هيجي لي الانترفيس دي. الانترفيس دي جواها شوية كلام كده يعني، مثلا المانوال اللي هو بتاع الشيل نفسه، الشيل ايه المانوالز بتاعته وكده، ولو انا عايز اعرف اي حاجة. بعد كده فيزيت نيو فايل، لو انا عايز اخش فايل جديد وابدا اكتب اللي انا عايزه، وبعد كده اسجل واعمل اسم جديد للفايل، وابقى كده عملت كرييت لفايل، او اوبن هوم دايركتوري، اخش على هوم دايركتوري، او اعمل سكراتش بوفر، او اجي هنا اعمل ستارت اب بشكل معين انا عايزه. بس دي ادفانسد شوية. طيب خلينا نخش مثلا على فايل، كنترول اكس كنترول اف، اوكي فايند فايل. اوكي طيب لو انا نسيت هاجي هنا هكتب، ماشي، هنعمل هنقول find in page او control F، واجي هنا اكتب ايه find، ماشي. قال لي انها مش موجودة. طيب قول له مثلا open، يمكن هي مكتوبة open. قال لي هنا فعلا open a file control X control F. اوكي طيب خلينا عملنا دلوقتي control X control F، جاب لي ان انا دلوقتي في سلاش، واتفقنا ان سلاش ده اول directory خالص بره، تمام. طيب لو انا جيت دلوقتي كتبت له سلاش هوم سلاش، ورحت مثلا مش فاكر اسم الدايركتوري اللي عندي، ماشي، هدوس تاب مرتين، تمام، فظهر لي هنا possible completions are، جايب لي شوية حاجات انا ممكن اختارها. طيب انا عايز دلوقتي learning underscore coding مثلا، learning underscore coding اوكي سلاش، وبرده مش عارف ايه، فهقوم دايس تاب مرتين عشان يطلع لي النتائج اللي ممكن اختار منها. طيب ممكن بدل ما اعمل كده ممكن اكتب انا اسم فايل جديد مثلا، لو انا عايز احط الفايل هنا، فخلينا نعمل مثلا learning emacs 1. اوكي نيو فايل، هو دلوقتي عمل لي نيو فايل، ودلوقتي انا قادر ان انا اكتب عادي وانسرت اي حاجة انا عايزها واعمل سيف. طيب خلينا مثلا نكتب حاجة زي stop smoking please، ماشي يا ريت. طيب انا هنا مثلا عايز اعمل لها كوبي. اوكي عندنا كلمة كوبي هنا جاي قدامها كلمة اوتوماتيك. اوكي الطبيعي اي حد هيشوف كوبي هنا هيقوم جاي عايز يكتب اوتوماتيك، ف ايه ده ايه ده، لا لا يبقى ازاي. طيب هو بيقول لك ايه، بيقول لك اوتوماتيك whatever the last thing you highlight in any application is automatically copied. Whatever the last thing you highlight in any application is automatically copied. طب خلينا نجرب، يعني كده هو highlighted، ماشي. طيب تعالوا نجرب دلوقتي، نعمل هنا enter ونشوف paste ازاي. نقوم جايين هنا قايلين له paste، ماشي، control y control y، قال لي kill ring is empty. طيب يبقى انا هنا مش قادر افهم ده، ولقيت ان في صعوبة هنا وحسيت ان الدنيا صعبة، ممكن اقوم خارج منه وداخل على اي حاجة تانية عادي، واجرب ادور على بيست ممكن تكون، او الكات والبيست يعني، واشوف ممكن تكون مشروحة بشكل افضل، او خلينا في الكوبي. طيب كتبت كوبي ما جاتليش، بس هي في هنا copies and removes. اوكي كنترول دبليو. طيب احنا نقدر نعمل الهايلايت اللي انا عملته ده بزرار شيفت. اوكي شيفت اهو، وطلعت بالسهم لفوق، وشيفت وطلعت بالسهم لفوق، جبت التو لاينز معايا لحد حرف الاس، بس كده حرف الاس مش هيجي معايا ولا يجي؟ هنجرب كنترول دبليو. او ماي جاد، خرجني من التاب. طيب هو خرجني من التاب دلوقتي لان انا دوست كنترول دبليو، دي ليها علاقة اكتر بالسيتنجز بتاعت البراوزر بتاعنا، فملهاش علاقة خالص بالشيل. فدلوقتي احنا عايزين نرجع تاني للتاب بتاعتنا، نقدر ندوس كنترول شيفت تي. اوكي فتحت لنا تاني الصفحة، بس طبعا كل حاجة مقفولة. هنكتب تاني اي ماكس، هنعمل كنترول اكس كنترول اف، نعمل فايند فايل، ونكتب سلاش هوم سلاش ليرنينج كودينج. كتبت اول حرف ودوست تاب فطلعت لي الكلمة كاملة، وبعد كده هنكتب اسم الفايل بتاعنا تاني، ندخل عليه ليرنينج. اوكي هو مش متسيف طبعا، مش معموله سيف. ليرنينج اي ماكس. طيب نيو فايل. طيب هنا هبدأ اكتب ستوب سموكينج بليز، وهاجي اشوف ازاي اعمل
كوبي قال لي كنترول دبليو، ما عجبنيش الكلام هنا هشوف ويب سايت تاني. بس طيب انا هقول لكم هنعمل كوبي ازاي. تمام، هنيجي هنا ونعمل الت دبليو. اوكي الت دبليو. اوكي دلوقتي هنعمل كنترول واي، كنترول واي، كنترول واي، كنترول واي، كنترول واي، وعايز اعملها الى ما لا نهاية بجد. بليز اقلعوا عن التدخين، يعني نصيحة والله. تمام، يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل كوبي وازاي نعمل بيست. كوبي بناخد التكست كده بالشيفت، زرار شيفت، ماشي، وممكن نختاره كله كده ونقوم عاملين الت دبليو. اوكي دلوقتي اقوم نازل وعامل كنترول واي، بيست بتاعتنا اهي عملت بيست. اوكي وكنا عرفنا ازاي نعمل كات، وكمان عرفنا ازاي نعمل open new file. عايزين دلوقتي نعرف ازاي نعمل undo وازاي نعمل search forward. اوكي طيب هاجي هنا هقول له forward مثلا، قال لي مش موجود. هقول له search مثلا، قال لي search incremental search، يعني برضو forward search، قال لي control s. اوكي طيب وبيدي لك كمان example والدنيا يعني حلوة. طيب كنترول اس دلوقتي بيقول لي سيرش، لو انا كتبت له مثلا ستوب، ماشي خليني اكتبها له كمان بالاس كابيتال اهو، ماشي، ودوسنا انتر، هو ما جابليش حاجه، هو مجرد عمل لي هايلايت عليهم لكن ما قدرش يديني نتائج. كنترول اس ستوب. اوكي المره دي مختلفه لان انا حطيت الكرسور فوق وكل ده تحت، لان هي سيرش فورورد، فهو بيدور قدام الكرسور ده فلقى كل الحاجات دي قدام، انما لما كان الكرسور هنا فكانوا دول ورا، فهو ما اعتبرهمش successful result يعني. طيب خلينا نجرب دلوقتي ندوس انتر، قال لي mark saved where search started. اوكي يبقى حط لي مارك على stop دي لما انا دوست انتر. طيب خلينا نجرب تاني، نعمل كنترول اس ونقول له stop، حط لي الكرسور المرة دي على الكلمة اللي بعدها. طيب لو انا عايز اتحكم في السيرش اللي عملته ده، ابدا اتنقل ما بين الكلمات اللي هو عامل لي عليها هايلايت، اتنقل ازاي لو مش هينفع السهم اللي تحت ولا سبيس ولا انتر ولا اي حاجه؟ اللي هينفع معاك ان انت تعمل كنترول اس مره كمان فبينقلك على اللي بعدها، تعمل كنترول اس مره كمان ينقلك على اللي بعدها، فبتعمل كنترول اس كده كتير لحد ما توصل مثلا للكلمه اللي انت بتدور عليها. اوكي طيب خلينا كده عرفنا خلاص ان كنترول اس بالشكل ده دي اللي المفروض نكتبها في الفايل بتاعنا فتكون هي الانسر. طيب بعد كده عايزين نعرف مثلا ازاي نعمل اندو. اوكي طيب نقوم برضو كاتبين هنا في السيرش نكتب اندو. طيب تلاقي لنا هنا ان اندو كنترول اكس يو. طيب خلينا مثلا نعمل another paste كنترول واي. اوكي so from here to here this is the last paste. تمام كده يبقى عندنا كده كل دول كده لسه عاملين لهم بيست. دلوقتي نجرب كنترول اكس يو عشان نشوف هيحصل اندو ولا لا. تمام عملت اندو. اوكي يبقى كنترول اكس يو هتعمل لي اندو وكمان هتعمل لي ريدو زي ما شفته دلوقتي. لو انا استخدمتها مرتين هتقدر تعمل لي ريدو، يعني على سبيل المثال انا عملت اندو بالغلط، ما كنتش اقصد امسح اللي اتمسح ده فعايز ارجعه تاني، اقوم اعمل كنترول اكس يو تاني فتعمل لي ريدو، ترجع الحاجه اللي اتمسحت اخر حاجه. تمام طيب خلينا نشوف بعد كده ازاي ان احنا نعمل سيف. اوكي هنقوم برضو كاتبين هنا سيف
اوكي، جاب لي هنا سيف فايل ذا وان يو سي، كنترول اكس كنترول اس. اوكي هعمل كنترول اكس كنترول اس. قال لي روت سلاش هوم سلاش ليرنينج كودينج ليرنينج اي ماكس. روت يعني ايه؟ يعني سيفد. اوكي يعني هو كده خلاص اتسجل الفايل اوريدي وبقى عندك بالشكل ده. طبعا في اختصارات تانية كتيرة جدا جوه الاي ماكس، وحاجات فعلا انا حابب كنت حابب جدا ان انا اشرحها واتكلم عنها، بس للاسف برضو عشان وقت الفيديو وعشان الناس ما تزهقش، لو حد عايز ياخد المعلومة بس في السريع، فدي اسرع حاجة ممكن اقدمها. كده ناقص بقى ان احنا نخرج من اي ماكس، هنعمل كنترول اكس كنترول سي ونبقى خرجنا من الاي ماكس، وكده عندنا الفايل فعلا سيفد. ونقدر كمان نعمل كده عن طريق ان احنا نقول له ls. اوكي خلينا نكتب هوم على طول سلاش ليرنينج كودينج، اهو هيطلع لنا ليرنينج اي ماكس. اوكي طيب، يبقى احنا كده عرفنا ازاي هنعمل open وازاي هنعمل save وازاي هنعمل cut وازاي هنعمل paste وازاي هنعمل search وازاي هنعمل undo وازاي هنعمل quit، وكمان عرفنا ازاي نعمل copy، وفي حاجات تانية كتير هتقدر ان انت تعرفها لما تخش على الكومنتز هنا وتبدأ تدور بنفسك وتبدأ تجرب بنفسك. بس فعلا انا ارشح ده اكتر واحد هنخش عليه، كده بيبقى بالشكل دوت وواضح جدا، والانترفيس بتاعته جميلة بصراحة ومفيد جدا يعني في حاجات كتيرة زي البافرز مثلا. انا على فكرة اقدر اعمل كذا بافر جنب بعض واتحكم في كذا فايل في نفس الوقت، ودي حاجة فعلا خاصية جميلة جدا جدا من خواص الايماكس. طيب بكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، وان شاء الله يكون ما عندكمش اي مشكلة خالص في الايماكس، ولو حد عنده اي سؤال يا ريت يسيبهولي في الكومنت. وشكرا جدا على الكومنتس بتاعتكم، بجد بتفرحني جدا، وما تنسوش تعملوا شير عشان صحابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان الفيديوهات اللي جاية، وشكرا، سلام.